السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. في مادة التقييم في العلاج الوظيفي تحدثنا في السابق عن عدة أنواع من التقييمات الخاصة في العلاج الوظيفي واللي بيقوم فيها المعالج الوظيفي. تكلمنا عن تقييم القدرات العقلية، تكلمنا عن تقييم التوافق الحسي، تكلمنا عن تقييم المشاكل البصرية، تكلمنا عن تقييم استخدام الرينج اوف موشن كأداة للتقييم، تكلمنا عن استخدام الماني والمصل تيستينج كأداة للتقييم، وتعلمنا على الرينج اوف موشن قياس الرينج اوف موشن والماني والمصل تيستينج في المادة العملية في المختبر. اليوم راح نتكلم عن مادة أيضا إلها علاقة وثيقة بموضوع التقييم، اللي هي إيش دور المعالج الوظيفي في تقييم وعلاج مرضى الحروق، المرضى اللي بيتعرضوا لحروق، سواء كانت حروق بمواد كيميائية أو حروق عن طريق الغاز أو أي شيء آخر. تمام، طبعا المرجع لهاي المحاضرة هو chapter 45 في كتاب Occupational Therapy for Physical Dysfunction للمؤلف ترومبلي. طبعا ممكن يكون الشابتر رقمه مش 45، ممكن يكون رقمه غير حسب الإديشن اللي عندكم للكتاب، بس عنوان الشابتر Burn Injuries وموجود في كل نسخ هذا الكتاب. تمام، خلينا نتكلم بالأول كلمحة موجزة عن الموضوع البيرنز. نتكلم عن الـ causes of burns، أسباب الحروق. طبعاً أسباب الحروق زي ما بتعرفوا ممكن يكون fire، حريق عادي ناتج عن احتراق مواد معينة. ممكن يكون سبب الحريق عند الإنسان contact with object or hot liquid، إنه الإنسان تعرض لإشي ساخن، ممكن سائل ساخن أو جسم صلب ساخن. أحيانا الحروق تنتج عن radiation إشعاعات، أحيانا تنتج عن مواد كيميائية chemicals، وأحيانا تنتج عن ضربة كهرباء عن electricity. تمام، هلأ ليش الحروق كثير مهمة بالنسبة للمعالج الوظيفي؟ لأنه الإنسان لما بنحرق عنده الجلد، ممكن تنحرق العضلات، ممكن تنحرق الأعصاب، ممكن الحرق توصل أيضا في الحالات الشديدة للعظام، وبالتالي هذا بيأثر على الأنشطة اليومية، بيأثر على الرينج اوف موشن، بيأثر على قوة العضلات، بيأثر على الاندورنس، وبيسبب أيضا مشاكل نفسية عند المريض ومشاكل عديدة. عشان هيك رح نتكلم عن موضوع الحروق، لأنه بيأثر على كل التقييمات اللي اتعلمناها في هذا الفصل. طبعا زي ما بتعرفوا نراجع هيك very quick معلوماتنا في البيولوجي عن functions of the skin، وظائف الجلد. الجلد بيعمل temperature regulation، بيعمل تنظيم لدرجة حرارة الجسم، فهو بيحمي الجسم من الحرارة العالية وبيحمي الجسم أيضا من البرودة. الجلد بيعمل excretion، بيعمل إفراز لمواد مثل العرق والمواد الدهنية اللي بترطب جسم الإنسان. الجلد ايضا مسؤول عن السنسيشن، لانه في كثير من الريسبتورز البين ريسبتورز، كثير من السنسوري ريسبتورز موجوده في الجلد، موجوده في الديرمس اريا في جلد الانسان. الفيتامين دي سينثيسيس، صناعه فيتامين دي ايضا تتم في الجلد، والجلد يشكل barrier against infection and dehydration، بيحمي الجسم من الجفاف وبشكل حاجز ضد الجراثيم والميكروبز. تمام، علشان هيك لما بصير في عندي حرق في الجلد كل هاي الوظائف بتتأثر بالإضافة لوظائف أخرى. طيب خلينا نتكلم بشكل سريع كيف منقسم نعمل burn classification، كيف منصنف الحروق. طبعا الحروق إلها عدة تصنيفات، كل كتاب بيصنفها بطريقة مختلفة، لكن أنا بحب التصنيف اللي مذكور في كتاب ترومبلي اللي هو التكست بوك للمادة، لأنه بوصف الحروق بطريقة واضحة وبطريقة وصفية. يعني تمام، يعني ما بوصف الحروق على مبدأ درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، لا، بوصف الحرق بطريقة وصفية، وبالتالي لما بتستخدم هذا الأسلوب في الكلاسيفيكيشن بتضلك متذكر إيش الجزء من الجلد اللي انحرق. تمام، فأنا بحب هذا التصنيف للحروق.
هلا الحروق بتتصنف لسوبرفيشال، سوبرفيشال بارشال، ديب بارشال، وفول ثيكنس. طبعا من الاسم مبين انه السوبرفيشال هي اخف نوع من انواع الحروق، والفول ثيكنس هو يعني اعمق نوع واخطر نوع من انواع الحروق. هلا السوبرفيشال بيرن بيكون بطبقة الإبيديرمس، زي ما بتتذكروا انه الجلد بيتكون من طبقتين رئيسيتين، بيتكون من طبقة الإبيديرمس اللي هي الطبقة الخارجية، وطبقة الديرمس اللي الطبقة اللي تحت الإبيديرمس بسميها ديرمس. تمام. هلا اذا كان الحرق في طبقة الإبيديرمس بسميه سوبرفيشال بيرن، وطبعا بيكون painful اكيد، لانه يعني بيأثر على البين ريسبتورز، بضرب البين ريسبتورز، بيكون في العادة الجلد ريد أحمر، بحاجة ل 7 days حتى إنه يلتئم، وممكن أكثر، وبالعادة لا يترك أثر، نو سكار، ما بترك أثر. تمام. هذا الحرق طبعا مثل الحروق اللي نتعرضها باستمرار في يعني في بيوتنا وفي شغلنا، يعني أحيانا بعض حروق الشمس بتكون سوبرفيشال، مش بحاجة لتدخل علاجي. تمام. هلا النوع الثاني من الحروق superficial partial، لما الحرق بيكون بيأثر على الإبيديرمس، بياخذ الإبيديرمس، طبقة الإبيديرمس، والأبر ليفل اوف ديرمس، الطبقة العلوية من الديرمس. بالعادة بتكون intact blister اللي هي فقاعة الماء اللي بتتكون على سطح الجلد، بيكون مؤلم وبحاجة لسبعة لواحد وعشرين يوم حتى يلتئم هذا الحرق، وبيترك أثر بسيط في الجسم. تمام. ايضا هذا النوع من انواع الحروق احيانا ما بيكون بحاجه لتدخل علاجي اذا كان على منطقه صغيره، لكن اذا كان على منطقه كبيره بالتاكيد بحاجه لتدخل علاجي، لانه ممكن يصير في عندي انفكشنز، يصير في عندي التهابات لما بتفتح البلسترز اللي هي اكياس الماء هاي، لما بتفتح بصير في عندي التهابات، وبحاله بحاجه لتدخل علاجي. النوع الثالث من الحروق بسميه deep partial، لما بيكون الحرق شامل منطقة الإبيديرمس في الجلد، وشامل big part of dermis، ماخذ الديرمس وماخذ الإبيديرمس. على الأغلب بيكون whitish in color، لونه على أبيض، مؤلم، بحاجة إلى 3-5 أسابيع حتى يسكر الجروح، بيترك أثر في البشرة، في على جسم الإنسان بيذكر scar. تمام. البريشر سنسيشن انتاكت، الريسبتر المسؤول عن الشعور بالضغط ما بتتاثر، لانها بتكون موجوده يعني ديب في طبقه الديرمس بشكل عميق، ديب في طبقه الديرمس. لكن احيانا الريسبتر اللي بتكون مسؤوله عن التكتايل سنسيشن واللايت تاتش بتتاثر، لانها على الاغلب بتنحرق في هذا النوع من الحروق، لانه اللايت تاتش ريسبترز وين موجوده؟ موجوده في الديرمس. فإذا انحرقت كل الديرمس، على الأغلب اللايت تاتش راح اللايت تاتش ريسبتورز راح تنحرق وراح تروح. إذا انحرق جزء منها بيبقى جزء منها، وبيضل الإنسان يشعر في بعض السنسيشن في هاي المنطقة، في المنطقة اللي يعني صار فيها الحرق إذا ما انحرقت كلها. نفس الشيء البريشر ريسبتورز بتقع ديب، تمام، ديب ان ذا ديرمس، فممكن يوصلها وممكن ما يوصلها. في الاغلب ما بالديب بريشر ما بيكون واصل لبريشر ريسبتورز، وبالتالي بيضل المريض يشعر بالضغط في المنطقه المحروقه. النوع الرابع اللي هو اخطر نوع من انواع الحروق بسميه فول ثيكنس، بيكون الابيديرمس والديرمس محروقه، ويكون ايضا العضلات وممكن العظم اللي تحت العضله كمان يكون واصله حرق. تمام. وهذا أخطر أنواع الحروق، زي ما بتعرفوا بيكون شكله أبيض شمعي زي واكس، هيك بتحسه زي الشمع الأبيض هيك ناشف، ببلش الجلد يعني كت بهاي الأماكن من يعني لأنه بيكون محروق تماما، وطبعا ما بيكون مؤلم لأنه بيكون انحرقت الريسبترز المسؤولة عن الألم، فبيكون في عندي insensate، بيكون المريض لا بيشعر لا بلايت تاتش ولا بديب بريشر، وأحيانا أيضا ما بيشعر بألم حتى في هاي المناطق. طبعا مش معناته أنه ما بيشعر الألم معناته أنه عادي، لا طبعا، معناته أنه خطير جدا، أنه الحرق عميق لدرجة أنه حرق البين ريسبترز، وبيكون طبعا المريض في يعني وضع خطر ووضع حرج في مثل هاي الحروق، وبيكون متعرض أيضا لأنه يصير في عنده التهابات، وممكن أنه يتوفى بسبب هاي الالتهابات إذا كان الحرق على جزء كبير من جسمه. طبعا كل ما كان الحرق على منطقة أقل، كل ما كان أفضل البروغنوسيس للمشكلة.
طيب هلا احنا كيف بنصنف، هلا احنا صنفنا الحروق، كيف بنصنف الحروق؟ حسب الكمية البيرن، حسب السايز اوف بيرن. تمام، في عندي قاعدة بسميها رول اوف ناين اللي هي قاعدة التسعات. هاي قاعدة التسعات بتقسم جسم الإنسان لتسعات. تمام، كيف يعني؟ يعني التوتال بودي سيرفيس اريا عند الانسان، الهيد بشكل 9%، الليفت ارم 9%، الرايت ارم 9%، الترنك 36% اللي هي 4 تسعات، الليفت ليك 18% تسعتين، الرايت ليك كمان 18% تسعتين. فتصور اذا بنجمعهم بيطلع 100% اللي هو كل جسم الانسان. فاذا كان في عندي شخص محروق عنده مثلا الهيد مع الرايت ارم، مثلا الهيد مع الرايت ارم، بيكون الجزء المحروق عنده 18%. اذا كان محروق عنده مثلا الليفت ليج مع الليفت ارم مثلا 9 و18 27% من جسمه بيكون محروق. تمام، هلا ليش مهم اني اعرف نسبه الجزء المحروق في جسم الانسان؟ لانه هذا الاشي بيساعدني to calculate nutrition and fluid requirement، بيساعدني اني احسب قديش جسم الانسان هذا بحاجه لسوائل وغذاء، level of medical treatment needed، قديش بحاجه لرعايه طبيه، بحاجه انه يدخل ICU، بحاجه انه يدخل مثلا عنايه متوسطه ولا حديثه حسب قديش في محروق في جسمه، واللينث اوف hospitalization، قديش انه مده اللي راح يمكث فيها داخل المستشفى قديش راح تكون. تمام، طيب نتكلم عن الفيزز اوف بيرن مانجمنت. هلا احنا البيرن بنعالجه في 5 مراحل. في عندي الايمرجنت فيز اول ما بينحرق المريض، بالحقها الاكيوت فيز، ريهاب فيز، ريكونستركتيف سيرجري فيز، وريتيرن تو ورك فيز. تمام، ففي عندي 5 مراحل رئيسيه. خلينا نشوف دور المعالج الوظيفي في كل مرحله من هاي المراحل في الحروق. أول شيء بالإميرجنت فيز، الإميرجنت فيز المرحلة الأولى بالعادي بتكون من ما بنحرق المريض لأول 72 ساعة، يعني أول 3 أيام تقريبا، أول 3 أيام تقريبا، 3 أيام، نعم 24، يعني أول 3 لـ4 أيام. تمام، ثلاث أربع أيام. هلا في هاي المرحلة المريض بحاجة لهاي الأمور التالية. أول شيء بحاجة لميديكال مانجمنت، بحاجة لإنهيليشن يعني مانجمنت، ممكن يعمل له شيراتومي أو فيشياتومي، إنفكشن كنترول، ممكن يكون بحاجة لدريسنج وكونتراكتشر كنترول. تمام، هلا أعتقد إنه كمان بحاجة لأوتي أسسمنت وأوتي تريتمنت وبوزيشنينج. نرجع للميديكال مانجمنت بالإميرجنت فيز. أول شيء بالميديكال مانجمنت اللي هي العناية الطبية اللي بيقوم فيها عادة الأطباء والممرضين في هاي المرحلة، بيعملوا له فلويد ريسستيشن لأنه الجسم المحروق بيكون فاقد كثير من السوائل، وبالتالي بيحاولوا أنهم يعطوه سوائل لهذا المريض. كارديو بالمونري ستيبلتي، نتأكد إنه القلب والرئتين بيشتغلوا بطريقة سليمة. إذا بحاجة لعناية قلبية أو عناية رئوية لازم يقدموا له إياها. ومانج أسوشيتد إنجري، إذا كان في عنده فراكتشر كسور أو نزيف يجب إنه يؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة الطبية. تمام؟ بعدين لازم نتأكد من موضوع الانهيليشن، هل هذا المريض بتنفس أو ما بتنفس؟ ما انتو بتعرفوا أحيانا الحروق بنتج عنها اختناق وبنتج عنها دخان واواوا، فيجب أنه نتأكد أنه هذا المريض بتنفس، وإذا ما بتنفس نعمل له تنفس اصطناعي، وإذا ما استطاع أنه يتنفس عن طريق التنفس الاصطناعي نعمل له إيش؟ انتوبيشن، اللي هي نحط التيوب بالتريكيا وبتنفس عن طريق تيوب. طبعا ستيل هذا شغل الأطباء والممرضين. أيضا في هاي المرحلة ممكن نعمل له إسشاراتومي أو فيشياتومي. الإسشاراتومي إزالة الجلد المحروق، طبعا بتتم في هاي المرحلة، بقوم فيها أيضا الأطباء والممرضين.
طبعا بقوم فيها الأطباء والممرضين، لازم إنه نشيل الجلد المحروق، لأنه الجلد المحروق بقاؤه ممكن يزيد البريشر على المنطقة، بيقلل البلد فلو، ممكن يعمل لي باراستيزيا، بيعمل لي يعني خدران في المنطقة، ممكن يعمل كولدنس، شعور بالبرد، تقلل البلس ريت، ممكن يأثر أيضا على الريسبيريشن، خاصة إذا كان في منطقة العنق ومنطقة الصدر. تمام، طبعا المنطقة اللي منزيل منها الجلد المحروق لازم نعمل can be mobilized during this phase except if there is fasciotomy. الآن الاسشيراتومي إنه أنا لما بشيل الجلد المحروق، هاي البروسيجر بسميها اسشيراتومي، إزالة الجلد المحروق. هلا المنطقة اللي بزيد منها الجلد المحروق لازم نحركها، لأنه إذا ظلت في مكانها ممكن يصير في عندي سكار وتتيبس وما أستطيع إني أحركها بعدين. أوكي، إلا في حالة إنه إيش، عملوا فيشياتومي، إنهم وضعوا فيشيا، يعني وضعوا بلان إمبلانت، وضعوا جلد، زرعوا أو حطوا دريسنج معين على هاي المنطقة. في هاي الحالة ممكن إنه ما نحرك هاي المنطقة. ستيل أنا قبل ما أحرك أي منطقة محروقة لازم إني أستشير، أخذ رأي الطبيب، لازم أخذ رأي الطبيب، سواء كنت ممرض أو كنت معالج وظيفي. طيب في هاي المرحلة أيضا كثير مهم عندي الانفكشن كنترول، مش بس بهاي المرحلة، وكل مراحل الحروق كثير مهم عندي موضوع الانفكشن كنترول، السيطرة على الالتهاب. تمام، وهذا بتطلب مني اني لازم اعمل frequent hand washing، لازم استخدم gloves، لازم استخدم sterile equipment and instrument. اي اداة بستخدمها مع مريض الحروق يجب انها تكون معقمة عشان ما اسبب له تلوث للجرح والتهابات مزمنة. ايضا في هاي المرحلة المريض ممكن يحتاج دريسنج، الدريسنج اللي هو تغطية الجرح، ممكن يتم التغيير عن الجرح مرتين باليوم، ممكن مرة واحدة حسب قديش في هذا الجرح، يعني حسب مقدار، يعني قديش في التهاب في الجرح، قديش عميق واوا. تمام، هلا في ناس بتحكي انه الجرح ما لازم يتغطى، وفي ناس بيحكوا انه الجرح لازم يتغطى. اللي بدنا نحكي لكم إياه إنه تغطية الجرح أفضل وأسلم لعدة أسباب. أول شيء إنه تغطية الجرح protect the wound، بتحمي الجرح من التلوث وبتحميه من الالتهابات. الشغلة الثانية، إذا أنا حطيت ما كريم أو مادة دوائية على الجرح، لما بغطيه هاي المادة الدوائية بتتخلخل وبيستفيد منها الجرح أكثر من لما بيكون الجرح غير مغطى. النقطة الثانية إنه أنا لما بغير عن الجرح، يعني لما بشيل الشاش القديم وبحط شاش جديد، الجلد المحروق الميت بيطلع على الشاش القديم، وبالتالي عملية التغيير على الحرق تعتبر superficial debridement of the wound، تعتبر superficial debridement of the wound، بتعتبر وكأنها طريقة لإني أشيل الجلد المحروق عن المنطقة المحروقة. والنقطة الثانية إنه تغطية الجرح it provide comfort for the patient، يعني بتوفر الراحة لنفسية المريض، لأنه المريض لما يتفرج على المكان المحروق أكيد نفسيته بتتعب وبتأثر كثير، فبالتالي تغطية الجرح المريض بيشعر بارتياح أكثر لما بيغطي الجرح. تمام. أيضا في هاي المرحلة كثير مهم عندي موضوع الكونتراكتشر كنترول. هلأ متى بصير الكونتراكتشر يا شباب؟ الكونتراكتشر بصير لما بيكون في عندي منطقة فيها تروما، فيها ضربة، فيها حرق، فيها أي نوع تروما، وهاي المنطقة بصير في التئام للجرح. الآن لما بيلتئم الجرح بتتكون السكار تيشو، الجرح بكمش، لما بكمش الجرح بصير في عندي إيش؟ انحناء في المنطقة، وهذا الانحناء شو بسميه؟ بسميه كونتراكتشر. هلا انا وظيفتي كمعالج وظيفي او حتى معالج طبيعي اني امنع انه يصير في كونتراكتشر، انه يصير في انكماش للجرح معاكس لاتجاه الحركه. تمام، فهسه مثلا نتخيل لو انسان انحرق باطن اليد عنده، اذا انحرق باطن الكف عنده. تمام، هسه اذا انحرق باطن الكف كيف بده يصير الكونتراكتشر؟ بصير الكونتراكتشر يعني بيشبه ايش؟ بيشبه الريست فلكشن و الفينجر فليكشن، هيك بصير الكونتراكتشر. هلا انا ما بدي يصير في كونتراكتشر، لانه اذا صار في كونتراكتشر مشكله، ما بعرف اعدل بعدين. فايش بعمل؟ دائما بضع المريض في بوزيشن يكون معاكس للكونتراكتشر، وبالتالي
إذا كان باطن اليد هو المحروق، بخلي المريض إنه يكون مرتكز، فاتح إيديه ومرتكز على باطن يده، أوكي؟ وممكن أحط دريسينج، أحط شاش بهاي المنطقة عشان ما يصير في التئام للجرح بالجهة المعاكسة، وما يصير في انكماش بالجرح، وبالتالي بصير في عندي كونتراكتشر، تمام؟ إذا أنا مهمتي كمعالج وظيفي في هاي المرحلة إني أمنع الكونتراكتشر وأخفف الكونتراكتشر اللي راح يصير نتيجة تكون الندبة أو السكار تيشوز في منطقة الحرق، تمام؟ وهذا الكونتراكتشر بالعادة بصير في منطقة المفاصل، بالإلبو، في الريست، في الني، في الفينجر جوينتس، وين في مفصل بالعادة بصير في كونتراكتشر إذا كان في حرق في هاي المنطقة. فأنا لازم أني أتأكد أنه أنا أخلي ألف الجرح بطريقة أني أعاكس وضعية الكونتراكتشر، ولازم أخذ بعين الاعتبار أنه يعني الانفكشن كنترول، أني يعني التعقيم والتعقيم والتعقيم لكل الأدوات والأجهزة والماتيريال اللي بستخدمها مع المريض، تمام؟ عشان ما نعمل له انفكشن. فزي ما حكيت، إذا كانت مثلا كانت الحرق في الإلبو، أنا بعمل الإلبو في بوزيشن إنه ما يصير في عندي إلبو فلكشن، وإذا كان الحرق في الني بعمل بحيث إنه ما يصير في عندي ني فلكشن، تمام؟ وهكذا على أساس إني أمنع الكونتراكتشر إنه يصير في منطقة المفصل المحروق، أوكي؟ شفتوا قديش هيك بهاي المرحلة مهم جدا دور المعالج الوظيفي في الحروق؟ هلأ إيش الـ OT Assessment اللي بيعملها؟ إيش التقييمات اللي بيعملها المعالج الوظيفي لمرضى البيرن؟ أول إشي we have to screen the patient need، لازم نشوف شو احتياجات المريض، هل بيقدر يأكل لحاله، يشرب لحاله، بيقدر يستخدم الحمام لحاله، يلبس لحاله ولا لا، تمام؟ إذا ما بستطيع لازم إنا نساعده. What joint are involved؟ لازم نشوف أي مفاصل اتأثرت بالحرق، لأني بدي أتأكد إنه هاي المفاصل بدرها تتحرك في استمرار، وأتأكد إنه ما يصير في عندي contracture في هاي المفاصل، تمام؟ فلازم أشوف which joint are involved. Assess patient functional status before admission, interest, social support. خلينا نشوف كيف كانت حياة المريض قبل إنه يدخل على المستشفى، لأنه يعني إيش المريض كان يشتغل قبل يدخل، إيش هواياته وإيش اهتماماته كانت قبل يدخل المستشفى، لأني ممكن إني أساعده إنه يرجع باك لهاي الاهتمامات. هل في عند المريض social support ولا ما في؟ هل في عنده ناس، أصدقاء، أقارب، إخوان، خوات يساعدوه في هاي المرحلة الصعبة من المرض ولا لا؟ لأنه المريض إذا ما كان في عنده good social support ممكن يتعرض غير لمشاكل الحروق، لمشاكل نفسية أيضا، فيجب أنه نأخذ هذا بعين الاعتبار. طيب إيش الـ OT treatment بالإميرجنت فيز في الحروق؟ أول شيء المعالج الوظيفي مهمته الرئيسية to prevent contracture، إني أمنع إيش؟ انكماش المفصل، أمنع انقباض المفصل، تمام؟ فهذا الـ prevention of early contracture بيتم عن طريق شغلتين مهمات، أول إشي عن طريق splinting عمل الجبائر، وعن طريق positioning اللي هي وضعية الجزء المحروق من الجسم، كيف أنا لازم أحطه، كيف لازم تكون ملفوف اللفة على الجزء المحروق في الجسم. طيب splinting في عندي تيبل 45 في chapter في الكتاب، هذا التيبل ببين لي أنه شو أنواع الجبائر اللي ممكن أستخدمها لمرضى الحروق. طبعا إحنا ما رح نسهب بهذا الموضوع لأنه في عندكم مادة جبائر رح تأخذوا فيها أنواع الجبائر وكل نوع لإيش يستخدم وكيف رح تعملوا، فما بدنا نشرح عن موضوع الجبائر وأنواعها هون لأنه يعني رح تأخذوا مادة خاصة في هذا الموضوع. لازم أتأكد إنه لما بيكون في عندي superficial partial thickness injury or worse، هاي الجروح التي بحاجة إلى splinting، يعني إذا كان superficial أكيد ما بستخدملوش splinting، أصلاً ما رح يكون هذا النوع من أنواع الحروق بحاجة إلى splint، تمام؟ فهاي لازم نركز عليها إنه splint فقط في الحروق العميقة.
متى بلبس السبلين؟ time wearing depend on the patient activity. متى المريض لازم يلبس الجبيرة؟ ممكن المريض يلبس الجبيرة خلال الاكتيفيتي وممكن بالريستينج تايم. أنا بلبسها بحيث إني الجبيرة إني أمنع الكونتراكتر إنه يصير في المفصل المحروق، تمام؟ فممكن المريض يلبس الجبيرة during the activity وممكن يلبسها أيضا في resting time. Splints are secured over the burn by using gauze wrap or velcro. طبعا دائما splint بحطه في مكانه، ممكن باستخدام الشاش أثبت الجبيرة في مكانها باستخدام الشاش المعقم أو باستخدام فيلكرو معقم، أوكي؟ ولازم زي ما حكيت لكم أتأكد إنه المواد اللي بستخدمها والشاش والجبائر معقمة باستمرار، لأني ما بدي أسبب للمريض التهاب بسبب هذه الجبيرة، تمام؟ أوكي. هلا البوزيشنينج زي ما حكيت إنه لازم إني أضع الجزء المحروق بـ anti deformity position معاكس لاتجاه الحرق. فإذا كان المريض مثلا الحرق في باطن اليد، أنا بضع البوزيشن عكس الديفورمتي، يعني بضع اليد في بوزيشن معاكس للفليكشن، تمام؟ ما هو دائما بيكون الكونتراكتر بالعادة باتجاه المنطقة المحروقة. فإذا أنا كان عندي باطن اليد محروق، بتوقع أن يصير في عندي ريست فليكشن ويصير في عندي إلبو فليكشن. فأنا بضع الإيد بحيث أني أعاكس اتجاه الكونتراكتر، فبعاكس الفلكشن وبعاكس الريست فلكشن وبعاكس الالبو فلكشن. هذا إذا كان الحرق طبعا في الأبر لم، وإذا كان في اللور لم نفس الشيء، بعاكس الني فلكشن أو بعاكس الهيب فلكشن، تمام؟ البوزيشنينج أيضا مهم أني أخفف الإديمة. أنا لما بحط العضو المحروق في بوزيشن مظبوط بقلل السوائل الموجودة وبقلل الانتفاخ والإديمة اللي موجودة في الجزء المحروق، تمام؟ بس لازم أني have to keep in my mind أني لازم أنتبه موضوع البوزيشنينج، أنه أنا ما بضع العضو في بوزيشنينج نفسه all the time، وما بحاول أضغط على العضو المحروق، لأني إذا ضغطت على العضو المحروق ممكن يصير في عندي tingling، ممكن يصير في عندي numbness خدران، ممكن يصير في عندي cold finger يعني برودة في الأصابع نتيجة نقص تروية الأوعية الدموية، ممكن حتى الموضوع يصير عندي gangrene، ممكن يصير عندي إسكيميا ونقص تروية ونقص أكسجين في العضو المحروق وأتسبب في مشكلة كبيرة، تمام؟ فالبوزيشنينج اوكي بضع في انتي ديفورمتي بوزيشن، لازم اتاكد انه هذا البوزيشن مش كثير يعني مش كثير ضاغط على العضو المحروق، لازم اتاكد انه في ترويه كافيه، الترويه الدمويه كافيه للعضو المحروق عشان ما يصير في عندي المشاكل اللي ذكرتها قبل شوي، ما يصير في عندي تينجلينج ونمنس كولد فينجر وجانجرين، تمام؟ أوكي. إذا خلصنا كلامنا عن مهمة المعالج الوظيفي في الإميرجنت فيس في الحروق، خلينا نتكلم عن مهمة المعالج الوظيفي بالأكيوت فيس، بالأكيوت فيس، تمام؟ اللي هي المرحلة until wound closed by healing or graft، اللي هي بعد أول 3 أيام، هاي المرحلة 3-4 أيام بتبلش عندي الأكيوت فيس، والأكيوت فيس هاي بتكون طبعا هنا أنا ناسي حرف الـ A، فلو بتضيفوا يا ريت، مش عارف وين رايح، هي acute phase حقيقة. فبالacute phase بتبلش هاي المرحلة الacute phase until wound closed by healing or graft، حتى يسكر الجرح بيظل المريض موجود في acute phase، طالما الجرح مفتوح بيظل المريض موجود في acute phase، لما يسكر الجرح بننتقل على المرحلة اللي بعدها. طيب هلا ايش الاشياء اللي بيحتاجها المريض في هاي المرحله؟ بيحتاج اكيد لعنايه طبيه، لميديكال مانجمنت، والعنايه الطبيه بتتمثل في هاي المرحله بايش؟ بالجرافت، اللي هي تسكير المكان المحروق عن طريق الزراعه. هلا ممكن انه نعمل اوتوغراف وممكن نعمل تمبوراري جرافت. هلا الاوتوغراف اذا شلت جلد من جسم الانسان نفسه ووضعته على المنطقه المحروقه، تمام؟ يعني مثلا شخص إذا كان محروق عنده حرق في وجهه، ممكن يأخذوا من البطن قطعة جلد ويضعوها على الوجه، عشان تعرفوا البطن مخبى
والوجه مكشوف، فممكن إنهم يعملوا هذا الإشي بسميه أوتوغرافت. وممكن أحيانا الجسم إذا كان محروق، معظمه محروق، فما بيقدروا، يعني البطن محروق، من وين بدهم يجيبوا للوجه جرافت؟ فبيعملوا إشي بيسموه تومبوريري جرافت، وهذا بيكون جرافت صناعي أو ممكن يكون من يعني مصنوع صناعة. الزينوغرافت من البوفن سكن، من جلود يعني بعض أنواع الحيوانات هيك. الإيلوغرافت بيكون من الكادبر سكن، من جلود ناس ميتين. ممكن بيولوجيكال دريسن، مادة بيولوجية مصنعة بالمختبر ممكن يغطوا فيها الحرق. طبعا أهمية الجرافت إنه بيقلل الإنفكشن، بيساعد عملية الهيلينج، بيقلل الألم، بيحمي الجرح، بيحمي التندن، بيحمي البلود فيزلز، بيحمي النيربس. فكثير مهم موضوع إنه نغطي المكان المحروق ويلتئم ويسكر الجرح المحروق، كثير مهم. تمام؟ طيب إيش الأشياء اللي بيعملها المعالج الوظيفي في هاي المرحلة؟ المعالج الوظيفي بحاجة إنه يعمل assessment، بحاجة إنه يعمل تقييم للمريض اللي عنده حروق. ممكن هذا التقييم يكون عن طريق observation، عن طريق ملاحظة، ممكن عن طريق interviews، مقابلات مع المريض، وممكن عن طريق standardized assessment مثل الgoniometry والmanual muscle testing وأي standardized assessment تعلمتوه أو راح تتعلموه. تمام؟ إيش الأشياء اللي بيعمل لها assessment في هاي المرحلة؟ المعالج الوظيفي بحاجة إنه يعمل assessment لل ADLs وال IADLs، بيعمل assessment لل psychosocial support، قديش في يعني عناية نفسية اجتماعية للمريض، behavior and communication، هل كيف تصرفات المريض، كيف تواصله، بيحكي ما بيحكي، بيفهم ما بيفهم، cognitive perceptual status، يشوف القدرات العقلية عند المريض إذا تأثرت أو لا، neuromuscular status، يشوف العضلات والأعصاب تأثرت ولا لا في الحروق، وأيضا بيشوف الأكتيفيتي توليرنس، إذا بعطي هذا المريض أكتيفيتي هل بيقوم فيها ولا لا، وكيف ممكن نساعده. تمام؟ فكل يعني تقريبا كل شيء بالعلاج الوظيفي تعلمتوه من أنواع التقييم ممكن إني أطبقه على المريض اللي بيعاني من الحروق في هاي المرحلة. تمام؟ ايش الاشياء اللي بيعملها، ايش الاو تي انترفينشن او تريتمنت في الاكيوت فيز؟ المعالج الوظيفي بيقدر يعمل سبلنتينج وبوزيشنينج بنفس الطريقه اللي ذكرناها بالاميرجنت فيز، بالاضافه الى ذلك بيقدر يعمل اكسرسايز للمريض. ليش لازم نعمل اكسرسايز للمريض اللي عنده حروق؟ اول شيء الاكسرسايز بيقلل الاديما، بيقلل السوائل والانتفاخ في الاعضاء اللي ما بتتحرك في الايدين والرجلين، خاصه اذا كان المريض ما بتحرك. Prevent atrophy، تمنع ضمور العضلات. Prevent tendon adherence، تمنع التصاق التندونز الأوتار. Prevent joint stiffness، بتمنع تصلب وتشنج المفاصل. Prevent capsular shortening، بتمنع تليف وتقصير الكابسول المحيطة في الجوين. فبالتالي كثير مهم موضوع splinting والpositioning، وأيضا إنه المريض يحرك الجزء المحروق كثير مهم بهاي المرحلة علشان هاي الأمور اللي ذكرتها. تمام؟ طيب الاكسرسايز بروجرام عادة بيكون 5 times daily، 5 مرات باليوم. الاكسرسايز اللي ممكن يعمله المريض ممكن نعمل له passive range of motion، إنه الثيرابيست يعمل الحركات للمريض زي ما بتعرفوا، وباسيفلي ممكن اكتف اسيستد رينج اوف موشن، يعني المريض يعمل الحركات بمساعده الثيرابيست، ممكن اكتف رينج اوف موشن المريض يعمل الرينج اوف موشن لوحده اذا كان بيستطيع، وممكن نعمل فانكشنال اكتيفيتي، يعني المريض يعمل اكتيفيتي، ممكن يتحرك يقوم يعمل اكتيفيتي معينه، مو شرط بس كلاسيكال اكسرسايز انه ارفع ايدك ونزل ايدك، ممكن يعمل فانكشنال اكتيفيتي، اكتيفيتي عادي بحياته يعملها المريض حسب طبعا وضع المريض. اللي بدنا نفهمه يا شباب انه في عندي كونترا انديكيشن تو اكسرسايز، متى ما بخلي المريض اللي عنده حروق يعمل اكسرسايز؟ اول شيء لما بيكون في عندي اكسبوز تندون، لما بيكون عندي التندون exposed يعني محروقة ومش مغطية، ولا مغطية بجرافت ولا مغطية بإشي، في هاي الحالة ما بقدر أعمل exercise لأني بخاف نزيد المشكلة بالتندون.
فما بعمل اكسرسايز في هاي المرحلة إلا لما يعطيني طبعا الطبيب الأوكي، لما بيكون في عندي ريسنت أوتوغرافت. إذا خلال خمسة، لا إذا المريض يعني المنطقة المحروقة غطيناها بجرافت، غطيناها زرعناها فيها جلد أو زرعنا فيها أي مادة غطيناها، ما بحركها هاي المنطقة تقريبا لعشر أيام. أوكي، وبعد العشر أيام ممكن أحركها بعد أخذ موافقة الطبيب. تمام. وإذا كان في عندي فراكتشر، أكيد إذا كان في عندي كسور ما بعمل إكسرسايز، لأني أنا بدي الكسر يجبر، فإذا عملت إكسرسايز ممكن إنه الكسر يتحرك. أوكي، فهاي الأسباب ما بتخليني أعمل إكسرسايز للمريض، فيما غير ذلك ممكن أعمل له حسب قدرة هذا المريض، باسيف رينج أوف موشن، أكتيف أسيستد ولا أكتيف، أو حتى فانكشنال أكتيفيتي. ممكن البري اوبريتيف كير 5 تو 10 دايز فولوينج جرافت. حكيت لكم انه المريض لما بنعمل له جرافت، بنعمل له زراعه جلد، ما بنحرك العضو لعشر ايام حتى يمسك الجرافت بالمكان المحروق، وبعدين باخذ موافقه الطبيب. اوكي، في هاي الحاله شو ممكن اعمل؟ ممكن اعمل سبلنتينج، يعني على اساس اني اصلا سبلنتينج بيساعد انه المنطقه ما بتتحرك وبمسك الجرافت في مكانه، فالسبلنتينج ممكن يفيد المكان اللي بيكون grafted، اللي مكان اللي عليه زراعة جلد. تمام، بس still the range of motion is contraindicated، لأنه ممكن يخلي الجرافت تتحرك وما تمسك في المكان المحروق، فعشان هيك ما بعمل range of motion في المكان اللي بيكون recently grafted حتى يمسك الجرافت وأخذ الأوكي من الطبيب. طبيب المريض اللي عنده حروق ايضا بيعاني من pain، من بيعاني من الام. هلا كيف انا ممكن اني اساعد واخفف الالم اللي موجود عند المريض المحروق؟ اول شيء ممكن عن طريق بين ميديكيشن، مسكنات الالم، طبعا هاي بتكون تحت اشراف الطبيب والتمريض. ممكن عن طريق decreased repetition، يعني أنا بدل ما أخلي المريض يعمل الحركة 30 مرة بخليه يعملها 20 مرة أو 10 مرات، بقلل الألم. ممكن عن طريق increased rest break، بخلي المريض يأخذ فترات استراحة during the activity. أوكي، ممكن عن طريق distraction technique، أحاول أني أشتت انتباه المريض، وهذا بالعادة بيصير أنه أنا لما بعمل مع المريض الاكتيفيتي ممكن اكون انا وياه نحكي بموضوع معين، نحكي مثلا عن موضوع مثلا غلاء الاسعار السيارات، او احكي عن موضوع مثلا بهم المريض، على اساس اني اشتت تركيز المريض عن ايش، عن الالم خلال الجلسه. واحيانا ممكن المريض يكون يشاهد تلفزيون خلال الجلسة على أساس أنه أشتت انتباه المريض. ممكن نستخدم تكنيك فيجواليزيشن، أنه أحكي للمريض حاول وأنا بعمل لك بالجلسة تخيل إشي حلو، تخيل روح له هيك منظر حلو، تخيل رحلة حلوة رحتها، على أساس أنه المريض يخفف إحساسه بالألم ويعمل للمريض ديستراكشن، تشتيت عن الشعور بالألم. أحياناً كمان من الأشياء اللي بتخفف الألم having the patient participate in exercise and dressing change، نخلي المريض إنه يشارك بال activity، يعني ما بخلي المريض إنه مثلاً أنا بعمل للمريض الأكتيفيتي، لأنه الإنسان بيقدر يتحمل على حاله أكثر، فبخلي المريض هو مثلاً يعمل لحاله الأكتيفيتي. ممكن أخلي المريض يساعدني في مثلاً تغيير الشاش عن الجرح، أو وضع الجبيرة أو شيلة الجبيرة وهكذا، لأنه المريض الإنسان بالعادة بتحمل على نفسه أكثر من ما إنه شخص يعمل له تغيير الجرح أو يعمل له الأكتيفيتي إذا كانت مؤلمة. طيب هلأ في بعض المرضى ببين عليهم إنهم متألمين، بصير يحكي لك لا لا مؤلم كتير، وفي بعض المرضى ببالغوا في عملية الألم، يعني بيكونش الموضوع مؤلم كتير بس بصير يحكي لك لا مؤلم. انت بالنهاية بدك تساعد المريض، ففي بعض الساينز بتساعدني اني اعرف اذا بالفعل هذا المريض متألم او لا. وفي بعض المرضى خاصة الميلز الذكور بيكون متألم وبيستحي يحكي انه متألم. تمام، فشو الاشياء اللي ممكن اني اعرف من خلالها انه هذا المريض شاعر بالألم؟ اول شيء blood pressure، اذا ارتفع ضغط المريض during the activity ممكن يكون هذا دليل انها الاكتيفيتي مؤلمة. heart rate، إذا ارتفعت نبضات القلب ممكن تدل إن هاي الأكتيفيتي مؤلمة. respiratory rate، إذا ارتفع مستوى التنفس
ممكن يدل إنه هاي الأكتيفيتي مؤلمة، وبالتالي أنا إذا هاي الأشياء ارتفعت during the activity ممكن إنه يكون مريض في ألم، وبالتالي I have to stop the activity، أو إني بخفف حدة الأكتيفيتي على هذا المريض عشان ما يكون مؤلم. تمام؟ تمام. أيضاً من الأمور اللي لازم إني أتابعها أعمل مع المريض اللي عنده بيرن في هاي المرحلة environmental adaptation، اللي هي التكيف البيئي أو تكيف البيئة المحيطة في المريض. ممكن أعمل modification، أعدل البيئة بحيث إنه تساعد المريض وتخدم المريض أكثر. ممكن مثلاً أعدل في التويلت، في الحمام، في المطبخ. طبعاً بهاي المرحلة المريض بيكون لسه بالمستشفى، فمش أكيد مش بالمطبخ، بالتويلت تبع الغرفة مثلاً، في غرفة المريض، بحيث إنه يعني أساعد المريض أكثر. وممكن أيضاً أعطيه للمريض assistive technology، ممكن المريض أعطيه ووكر، أعطيه ويلتشير في هاي المرحلة حتى إنه يساعد نفسه. تمام؟ طبعاً في هاي المرحلة كثير مهم patient and family education، أعلم المريض وأهل المريض كيف لازم يعتنوا في الجرح ويعتنوا ويعملوا تمارين، وإذا صار في عنده pain كيف ممكن يخفف هذا البين وهكذا. فكثير مهم في هاي المرحلة موضوع patient and family teaching and family education، عن موضوع كيف نهتم نمنع الكونتراكتشر، كيف لازم نضع الجبيرة، نشيل الجبيرة، كيف لازم نعمل التمارين وهاي الأمور. لأنه بالتأكيد المعالج الوظيفي مش موجود مع المريض طول الوقت. المعالج الوظيفي ممكن يشوف المريض عادة في المستشفيات مرة في اليوم، تمام، وممكن يشوفه 3 مرات بالأسبوع فقط، لكن المريض بحاجة إنه يعمل تمارين 5 مرات في اليوم، فمين رح يعمل له التمارين هاي كلها؟ بالعادة الأهل والمرافقين بيكونوا مع المريض، فلازم إني أعلمهم كيف التمارين اللي لازم نعملها مع المرض. لازم نفكر بموضوع الديسشارج في هاي المرحلة، إنه لما إيش بدنا نعمل بالمريض لما يطلع من المستشفى. ديسشارج بلانينج، إيش الأشياء اللي لازم إني أفكر فيها في هاي المرحلة؟ أول شيء availability of community resources، هل هذا المريض رح يكون متوفر له مصادر في المجتمع تخدمه بعد ما يطلع ولا لا؟ source of follow-up care، وين المريض رح يراجع؟ وين رح يراجع؟ العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، رح يقدر يجي على المستشفى ولا لا؟ support system، مين رح يساعد المريض لما يطلع من المستشفى؟ physical demand of the home environment، كيف بيته؟ كيف أمور بيته؟ هل بيستطيع إنه يستخدم الحمام والمطبخ وغرفة النوم بالبيت ولا لا؟ provide description of the rehab program، لازم إني أيضاً أصف للمريض وأحكي له على أهمية العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي بعد ما يطلع من المستشفى، لأنه إذا أهمل هذا الموضوع رح يأثر كثير على العضلات والمفاصل فيما بعد، وممكن يصير في مشاكل أيضاً ما رح نعرف نصلحها later on، خاصة إذا صار contracture. المريض أيضاً في هاي المرحلة بحاجة لـ psychosocial adjustment، بحاجة لـ psychological support، بحاجة لدعم نفسي. في كثير من المرضى بصير في عندهم withdrawal، حالة يعني شعور بالوحدة، ممكن يشعر بالإنكار إنه ليش صار معي هيك، ممكن يصير في عنده خوف شديد من الموت، ممكن يصير في عنده regression، قلق، اكتئاب وغريف، شعور بالحزن والأسى وكل هاي الأمور، أكيد معرض إلها الشخص اللي عنده حروق، خاصة إذا كانت حروق شديدة. فمن الأشياء اللي ممكن إني أساعد فيها المريض إني أعلمه على coping strategies، اللي هي أساليب وطرق كيف يتأقلم مع القلق والسترس. رح تاخذوا محاضرة كاملة بمادة النفسية عن الكوبينج استراتيجيز، كيف نتعامل مع القلق والسترس. ممكن إنه بس نحكي بشكل سريع عنهم، ممكن مثلا to identify strength، إنه نحكي معنا المريض عن مصادر القوة اللي موجودة عنده. مثلا ممكن نحكي له أوكي صح أنت انحرقت، بس لا زالت حالة السمع، حاسة السمع والبصر عندك قويات، لا زلت بتمشي، لا زلت بتتحرك. يعني نتحدث عن الأشياء اللي المريض كان فيها lucky لما انحرق. We have to validate sadness and fear، لازم نشعر المريض إنه إحنا شاعرين بمشاعرك، إحنا عارفين إنك حزين وحزينين مع حزنك، وعارفين كل المخاوف اللي أنت خايف منها. ما لازم نستهتر بمشاعر المريض، تمام؟ لازم إنه نعطي قيمة لمشاعر المريض.
assistation to achieve goals، لازم إن نعرف شو هي أهداف المريض العلاجية ونساعده إنه يحقق هاي الأهداف العلاجية. طبعا الأهداف، أهمية الأهداف بتختلف من مريض لمريض، وبتختلف بين ممكن بين المريض والثيرابيست. بجوز بالنسبة للثيرابيست يكون أهم إشي إنه المريض يأكل لحاله، بجوز المريض المهم عنده إنه يستخدم الحمام لحاله مش إنه يأكل لحاله. هاي الموضوع لازم كثير نركز عليه، إني أعرف شو الأهداف العلاجية اللي المريض حاب إنه يشتغل عليها، تمام؟ and still the belief that the patient can success، دائما نعمل motivation، نعمل دافعية للمريض إنه ممكن إنه يحقق أهداف علاجية، ونعطيه دائما دافعية باستمرار. أوكي، طبعا في طرق كثير للكوبينج استراتيجي، ما في مجال إني أعلمكم عليها في هاي المادة، رح تتعلموها في مادة النفسية بالتفصيل إن شاء الله. نتكلم عن مرحلة الريهابليتيشن فيز. الريهابليتيشن فيز يا شباب اللي هي بتكون من الأكيوت فيز حتى السكار فورميشن، حتى تتكون الندبة، وبالعادة ممكن تكون تستمر من 6 أشهر لسنتين، حتى إنه يعني تسكر الجرح تبع الحرق، يسكر تماماً ممكن إنه، وتتكون السكار يعني خلاص إنه ما بتغير شكل الجرح نهائي، والأخذ الجرح أخذ شكله النهائي، تمام، اللي هي بيسموها سكار ماتوريشن. هاي ممكن تحتاج 6 شهور وممكن تحتاج سنتين بالعادة. هلا ايش الوظيفة المعالج الوظيفي في هاي المرحلة؟ انه دائما نفس البري اوبراتيف فيز، نفس الشيء، اعمل اسسمنت للرينج اوف موشن، للسترينث، للاكتيفيتي توليرنس، للسنسيشن، تمام، اعمل اسسمنت للاي دي الز والاي دي الز، القدرات العقلية للمشاكل النفسية، نفس الاشياء اللي ذكرناها قبل شوي. ايش الاو تي تريتمنت اللي ممكن يعملها المعالج الوظيفي في الريهاب فيز؟ ممكن نعمل مساج بيفور ستريتشينج وذ نون ووتر بيزد كريم تو هيلب بريفنت دراي سكن. قبل ما اعمل اي اكتيفيتي مع المريض يجب اني اعمل مساج للمنطقه المحروقه، لاني ما بدي الجلد يتمزق وما بدي يصير في ستريتش في الجلد، تمام. المساج مش بالضروري يعمله اكيد المعالج الوظيفي، ممكن المريض يعمل المساج وبعدين يبدا بالاكتيفيتي او يبدا بالجلسه. احنا المساج بالعاده بنعمله ممكن نعمله باويل او ماده او كريم ما فيه ميه، لاني اذا استخدمت كريم فيه ووتر فيه مي رح ينشف، وبالتالي المساجنج ما رح يكون فيه افكتيف. فبستخدم عاده للمساج كريم خاص للمساج، بعمل مساج للمكان المحروق، بعدين بعمل الاكتيفيتي. اوكي، طبعا المساجنج ضروري كثير للسكار عشان ما تشد ويضل منظرها معقول قدر الامكان. طيب هلا اذا كانت المنطقه المحروقه فيها عضلات ممكن تتاثر السترينث، فانا ممكن اقوي العضلات الموجوده في هاي المنطقه عن طريق مثلا ريزيستيف رابر ريبون، عن طريق استخدام المطاط، او ممكن عن طريق سيلف كير اكتيفيتي، خليه يعمل اكتيفيتي، يرتب غرفته، يرتب مكتبته، هاي ينظف المطبخ مثلا، كل هاي الاكتيفيتي بتقوي العضلات، تمام. وممكن كمان اعمل سترينثينج، اني دا اعمل اكتيفيتي بروجريسينج فروم سيتينج تو ستاندينج، انه يعمل الاكتيفيتي وهو جالس، يعمله وهو واقف، يعمله وهو ماشي، كل هاي الاشياء بتقوي العضلات. اوكي، هلا كثير مهم موضوع الاكتيفيتي توليرنس، هل هذا المريض بيقدر يعمل الاكتيفيتي او ما بيقدر يعملها. ايضا اني اتاكد انه المريض هي كان ريزيوم ليجر اكتيفيتي، هل الانشطه اللي بيقوم فيها في وقت الفراغ والهوايات اللي بيمارسها بيقدر يعملها او لا، وبساعده انه يعملها باك، تمام. نتاكد من موضوع السنسيشن، بتعرفوا إذا كان عنده مشكلة في السنسيشن سواء كان هايبر سنسيتيفيتي أو هايبو سنسيتيفيتي، المساج بيساعد، تمام، المساجنج بيساعد. المساجنج زي ما حكيت لكم بينعمل بنون ووتر بيز كريم، بالعادة بينعمل بأويلي، يعني بأويلي كريم. وممكن طبعا الجلد المحروق بالعادة بيكون كثير حساس للحامي والبارد، فممكن نعمل له systemic desensitization، يعني نعرضه للبارد تدريجيا ونعرضه للحامي تدريجيا عشان يزيد قدرة تحمل الجلد المحروق للحامي والبارد، لأنه أحيانا بيكون في عنده hypersensitivity.
الهايبو سنسيتيفيتي بالعادة المساجنج ممكن يرجع السنسيشن للجلد المحروق، طبعا مش زي الأول لكن بضل أحسن. أحيانا الحروق بتعمل لي مشكلة في الرينج اوف موشن، ومشكلة بالسترينث، وممكن بالسنسيشن، وبالتالي هذا الإشي بيعمل لي مشكلة في الكوردينيشن، في التناسق. ممكن لما أعطي للمريض أكتيفيتي أشتغل فيها على الآي هاند كوردينيشن مثلا، أو الأبر لين بلور لين كوردينيشن، أو رايت ليفت كوردينيشن. السكار مانجمنت، كيف ممكن إني أخفف الندبة بإنها تكون يعني منظرها مش حلو، إنها تكون نان إلاستيك الندبة؟ متى بتكون مش كويسة؟ لأنه لونها مختلف عن لون الجلد، ولأنها كثير بالعادة ممكن إنها تكون ريست يعني مرتفعة هيك يعني بارزة، وبكون لونها أحمر وبتكون نان إلاستيك. فأنا كيف ممكن أخفف من الندبة؟ ممكن أخفف الندبة عن طريق المساجنج، إني أعمل سيركولر بيربنديكولر وذ بريشر بطريقة دائرية عمودية، أعمل ضغط على، أعمل مساج للمنطقة المحروقة، تمام. ممكن أيضا عن طريق بريشر ثيرابي، إني أعمل ضغط على المنطقة المحروقة بإني أستخدم مثلا مادة معينة مثل السيليكون أو أي مادة معينة، وأضغط على المنطقة المحروقة ألفها فترة طويلة، على أساس أنه بالعادة ممكن يستخدموا السيليكون انسرت، بضعها على المنطقة المحروقة عشان أخف أنها يعني ما يصير في الندبة تصير مرتفعة أو يصير لونها يعني تصير حمراء أو مرتفعة، وظني محافظ على الإلاستيسيتي اللي موجود في الندبة. أحسن شيء أوجد العلم لغاية هاي اللحظة بالنسبة للسكار، سواء كان ناتج عن عملية جراحية أو عن حرق، استخدام السيليكون شيت، قطعة من السيليكون توضع على المكان الجرح، ويعني ممكن تنوضع 24 ساعة باليوم. هاي السيليكون بيساعد على الوونت هيلينج، بيخفف السكار، بيخفف الهايبرتروفي ان ذا سكار، بيخفف الريدنس اللي موجودة بالسكار. هذا أكثر شيء علميا معتمد حتى هاي اللحظة، استخدام السيليكون شيتينج لتقليل السكارز بالإضافة لموضوع المساجينج. أوكي، السيلف كير اند هوم مانجمنت سكيل، لازم اتاكد انه المريض بيقدر يعتني في نفسه وفي بيته. بيشنت اند فاميلي تيتشينج، لازم اتاكد اني انا يعني بعلم الاهل كيف يهتموا في المريض. لازم اعطي للمريض تعليمات انه يستخدم باستمرار مويسترايزر، ويستخدم ايضا واقي شمس سان سكرين تكون قوته أكثر من 15 عشان يحمي الجلد المحروق، لأنه الجلد المحروق دائما بيكون معرض لحروق الشمس أكثر من غيره من الجلد. وبالتأكيد دائما يعني لازم نركز على موضوع السايكولوجيكال أدجستمنت والسايكولوجيكال سبورت، موضوع العلاج النفسي والدعم النفسي لمرضى الحروق. ايش البوتنشال كومبليكيشنز اوف بيرن، ايش يعني ايش ممكن اثار جانبيه للحرق؟ الحرق ممكن ينتج عنه كثير اثار جانبيه، من اهمها فقدان وظيفه العضو، ممكن يصير في عندي تشويه يعني تاثر بالشكل والمنظر الخارجي لجسم الانسان، وايضا ممكن يصير في عندي loss of function واثر على الاستاتيك او الكوزمتكس، وممكن انه يصير في عندي مشاكل في اللمس. هسا إذا الحرق كان في اللمس، في الأبر لمس، يعني إذا الحرق كان في اليدين أو الرجلين، شو ممكن المشاكل إنها تصير؟ ممكن يصير في عندي بروريتس. البروريتس بيرزيستنت إتشينج، المنطقة المحروقة يصير فيها يشعر المريض فيها تحسس إنه دائما بتحكه، إتشينج بيرزيستنت إتشينج دائما بتحك. في هاي الحالة كيف ممكن نساعد المريض؟ ممكن نساعده عن طريق استخدام compression garment اللي هي المشدات، بتخفف الشعور بالحكة. الموسترايزر بتخفف الشعور بالحكة. الكولد باكس بتخفف الشعور بالحكة. المساج بتخفف الشعور بالحكة. ممكن الستريتشينج يخفف الشعور بالحكة. ممكن الجبيرة أيضا تخفف الشعور بالحكة، تمام. ممكن نستخدم أنتيهستامين اللي هي مضادات مضادات التحسس، أيضا بتخفف الشعور بالحركة. أوكي؟ الحرق إذا صار في منطقة الوجه والفم ممكن يعمل لي مشكلة اسمها مايكروستوميا، اللي هي small mouth opening، يعني فتحة الفم بتصير كثير صغيرة لأنه بتنحرق الأنسجة المحيطة بالفم، وفتحة الفم بتصير كثير صغيرة.
في هاي الحالة ممكن إنه عشان أخفف من هاي المشكلة ممكن أستخدم سيليكون، أستخدم قناع من السيليكون في هاي المنطقة عشان يحافظ على فتحة الفم من إنها تتقلص نتيجة الحرق. تمام؟ طبعاً أيضاً أحياناً من المشاكل اللي بصير في عندي أوسيفيكيشن، هيتيروتوبيك أوسيفيكيشن، بصير يتكون عندي قطع عظمية في أماكن غريبة عجيبة، ممكن يتكون عندي قطع عظمية في الإلبو، في الني، في الهب، في الشولدر، إذا كان يعني نتيجة الحرق. وهذا الإشي شو بيعمل لي؟ بيعمل لي limitation of range of motion، ممكن تحتاج لتدخل جراحي. اوكي، فبصير عندي الرينج اوف موشن للالبو والني والهب، اذا كان صار عندي اوسيفيكيشن اللي هي النتوءات العظميه بصير عندي بينفول، وبالتالي ما بعمل له رينج اوف موشن، لازم يعمل صوره اشعه او يصير في تدخل طبي او تدخل جراحي حتى يشيلوا هاي الاوسيفيكيشنز. ايضا المريض من الكومبليكيشن للبيرن ممكن يصير في عندي هيت انتوليرانس، انه المريض ما بتحمل البارد ولا بتحمل حتى الحامي. أوكي، لأنه بكون فقد الغدد العرقية اللي بتلطف جلد الإنسان وبتخليه يتحمل الحامي والبارد. في هاي الحالة بحاجة لأير كونديشنينج، يعني إذا كانت الدنيا برد بده دائما جو دافي، وإذا كان دافي الدنيا شوب بده دائما جو أبرد. وأيضا استخدام الموسترايزرز، استخدام المرطبات، كل هاي الأشياء بتساعده على التأقلم مع موضوع الهيت توليرنس. طبعا اذا صار في عندي حروق بالبيرن، حروق باليد عفوا، الهاند بيرنز، اذا صار في عندي حروق باليد، حروق اليد طبعا ممكن تعمل لي جوينت ستيفنس، ممكن تعمل لي انترنسيك مسل تايتنس، اكسترنسيك مسل تايتنس، ممكن تعمل لي ان الاستيسيتي اوف ذا سكن، ممكن تعمل لي بين، ممكن تعمل لي بلك دريسنج، اكسبوز تندون او اشار اللي هي انسجه محروقه. اوكي، هاي الاشياء كلياتها تعمل لي limitation of range of motion بالهاند بيرن. كل هاي الأشياء بتسبب limitation of range of motion في اليد إذا صار في عندي حروق اليد، ونفس الشيء في اللور لم. بس ليش حكيت الهاند بيرن؟ لأنه الهاند بيرن بهم المعالجين الوظيفيين أكثر، اللور لم بيرن بهم المعالجين الطبيعيين أكثر. تمام؟ عشان هيك إحنا هاي الأمور لازم إن ننتبه عليها لما بيكون في عندي هاند بيرنز كمعالجين وظيفيين. من الـ potential complication للـ hand burn أيضاً ممكن يصير في عندي extensor tendon injury إذا كان عندي dorsal hand burn، إذا كان الحرق في الـ dorsal part ممكن يصير عندي posterior وشوان neck deformity، whip space contracture إذا كان في عندي whip space contracture إذا كان عندي مشكلة بالـ grafting مثلاً، عندي muscle shortening أو joint stiffness. تمام؟ هلأ الـ whip space contracture ممكن إن نخفف منه في الـ dynamic splint، ممكن نخفف منه بالسكار مانجمنت، اني يعني اخفف حدوث الندة قدر الامكان بالمساجنج والكريمات وكل هاي الامور، وممكن عن طريق فانكشنال اكتيفيتي اني اخلي المريض يضل يعمل اكتيفيتي بايديه عشان يفتح الويب سبيس وما يصير فيه كونتراكتشر والويب سبيس. اذا السبلنت، دايناميك سبلنت، سكار مانجمنت عن طريق الاكسرسايز والمساج والفانكشنال اكتيفيتي، كل هاي الاشياء بتخفف الويب سبيس كونتراكتشر، وحتى بتخفف الكومبليكيشن تبعت الهاند انجري او الهاند بيرن ان جنرال. اوكي، هاي بس تذكير لكم للاناتومي تبع الهاند، كيف انه بيكون في عندي عده مفاصل الويب سبيس هون زي ما بتعرفوا، هذا الويب سبيس اذا صار في حرق ممكن يصير في عندي مشكله فيه. هاي برضو again detailed anatomy للفينجرز والهاند، وكيف يكون الانسيرشن للتندون، الحركات اللي بتقوم فيها الهاند، وكيف ممكن تتأثر في حالة البان زي ما بتعرفوا، كل الحركات تبعات الثمب، وإذا صار في عندي حرق في هاي المنطقة راح تتأثر، إذا صار في عندي حرق بالويب سبيس راح يتأثر عندي الابدكشن والادكشن والأوبوزينج والأوبوزينج اللي هي الأوبوزيشنينج كمان راح يتأثر. تمام؟ فهاي الأشياء المهمة اللي بدي إياكم تعرفوها في هاي المرحلة بموضوع البرن. إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا.
إذا في عندكم أي سؤال ابعثوا لي على الجروب لو سمحتوا.